لو سألتك أنت مصري تقولي إيه؟ تقولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق، أنا مصري وأبويا مصري، بسماري ولوني مصري وبخفة دمي مصري، وكل مصر الله عليه، وكل مصر الله عليه. ملوك الجدعنة ودي حاجة في طبعهم، وعشقاهم أنا وأتمنى حبهم. شربت من نيلها مصر وقلبي حنلها مصر، وقلت أغنلها مصر غنوة محبة وفرح. يا رب تحميها، يا رب خليها مصر، انصرها عليها واحميها من كل شر. مساء الخير أعزائي المشاهدين، مساء الصحة والجمال على كل مصر وشعب مصر. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا على إيدك اتعلمنا. حلقتنا اليوم حلقة مميزة جدا لسببين. السبب الأول لأنها تخص بلدنا الحبيبة مصر، وتخص تدعيمنا لكل شيء في بلدنا الحبيبة مصر. والسبب الثاني لتشريف ضيف مهم جدا وعزيز علينا كلنا، وطبعا هنقدمه لحضراتكم إن شاء الله. نتمنى هذه الحلقة أنها تحوز على إعجابكم أعزائي المشاهدين. الحلقة بعنوان تعزيز الهوية المصرية. لو حبيت في الأول أعزائي المشاهدين أتكلم عن موضوع الهوية المصرية، أقول وعايزة أعرفها لحضراتكم، أقول إيه؟ بقول طبعا إن الهوية المصرية لوطننا مصر هي بمثابة الروح في الجسد، بقيت فيه وما زالت لتحيا مصر. هويتنا القومية هي تلك الصفات والخصائص التي تجمعنا وتبعدنا عن الفرقة. ما هي مكونات الهوية المصرية أعزائي المشاهدين؟ طبعا تتكون من مكونات عرفية وتاريخية وثقافية وعقائدية وجغرافية، ولا يمكن أن تختزل في مكون واحد. صمدت هويتنا المصرية عبر التاريخ وتصدت لتحديات كثيرة كانت تهدف لزعزعتها. ومن هنا ناشد الرئيس والحكومة بضرورة تعريف الهوية المصرية وإعادة بنائها لنمضي نسيج واحد متماسك ومترابط ومتلاحم. اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. يشرفنا اليوم طبعا اول شيء ارحب بزميلي العزيز الاستاذ مجدي شاكر. تاني حاجه ارحب بضيفنا الكبير الاستاذ الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس نواب عن دائره بولاء الدكروري. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا دكتور حسام شخصيه من الشخصيات العامه اللي ليها باع طويل في العمليه التعليميه وفي العمليه طبعا السياسيه وفي كل المجالات. استاذ الدكتور حسام المندوه الحسيني صاحب ونائب رئيس مجلس اداره مدارس الحسام الدوليه، حاصل على ماجستير والدكتوراه في مجال طب الاسنان، واستاذ بكليه طب الاسنان جامعه قناه السويس وجامعه الاهرام الكنديه، وكل كليه طب الاسنان جامعه الاهرام الكنديه ودراساته العليا، وله العديد ايضا من البحوث العلميه التي نشرت في مجلات علميه، وصاحب عيادات ومراكز تجميل الاسنان، وهو بالطبع شخصيه علميه مسانده ومساهمه في تطوير التعليم واستخدام احدث اساليب التكنولوجيا في التدريس، ومساهم في التفكير الابداعي والتخطيط الاستراتيجي. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. مبروك طبعا نجاح حضرتك. انا لما جيت يعني اعمل اشتغل عشان الحلقه دي قلت نبتدي منين الحكايه. حضرتك اثرتني جدا في لقب خادم بولاء، وطبعا دلوقتي بقيت حضرتك خادم الشعب كله. بنبارك طبعا للدكتور. طبعاً. اختياراتك عجبتني قوي، اختيار طب الاسنان، وانا عارف ان الاسنان يعني هي الصحه الجسديه كلها. صحيح. اختيارك لشعاراتك، اختياراتك للشباب، انتصارك في معركه في مكان يعني شعب جدا، مبادراتك في التعليم، في الرياضه طبعا ما ننساش السيد الولد الله يرحمه. لا ربنا يديله الصحه. الله يديله الصحه. ربنا يديله الصحه. انا اسف. فانا عايز اول سؤال لحضرتك، انا عايز احلام حضرتك، عايز تقول لي يعني ثلاث امنيات كده للوطن ولدايرتك ولنفسك، وما نقدرش طبعا ننسى نادي الزمالك. فانا عايز امنيات حضرتك كده ثاني يا فندم، للوطن وللدايره بتاعت حضرتك، ثم لحضرتك حاجاتك الشخصيه ونادي الزمالك. نبتدي بالوطن، امنياتك الثلاثه للوطنيه. طيب هو انا بس اسمح الاول اشكركم على الحلقه واشكركم على استضافتي النهارده، وحابب بس اقول ان حقيقه عنوان الحلقه تعزيز الهويه المصريه عنوان مهم جدا، لان احنا محتاجين فعلا نعزز الهويه المصريه. النقطة برضو التانية اسم البرنامج على ايدك اتعلمنا، برضو جملة جميلة وتدعو للتعلم. التعلم هي قصتي وقضيتي، يعني وقضيتي وقضية الأسرة كلها عندنا. طبعا التعليم طبعاً. والتعلم. أمنيتي لبلدي مصر
هي هتلاقي برضو نفس امنيتي لدايرتي بولاق الدكرور ان تنهض وتاخد مكانها الطبيعي وسط الدول الاخرى. وده حقيقي انا دلوقتي يعني بادئ اشعر بيه وبادئ اتفائل ان مصر هترجع لمكانها الطبيعي اللي المفروض تكون موجوده عليه. اكيد اكيد. لدائره ولاد دكرور اتمنى ان الانسان او المواطن او اخويا او اختي زي ما كنا دايما بندعوه في اثناء الانتخابات ياخد حقه. حقه في ايه؟ حقه انه ياكل صح ويشرب ميه صح ويسكن في مكان كويس ويتوظف وظيفه كويسه. حقه الطبيعي اللي هو لازم يحياه ولازم يعيشه. يعني امنيتي لي انا ان بقول دلوقتي يا حسام انت ربنا اراد لك ان تحمل مسؤوليه كبيره طبعا. تحمل امانه أكيد صعبه طبعا. فامنيتي لنفسي ان ربنا يوفقني ونقدم حاجه ربنا يعني يسدنا عليها قبل ما الناس يكافئونا عليها. اكيد والنادي الزمالك طبعا. يا فندم باعتبار الاسره بقى يعني طبعا طبعا, طبعاً الزمالك طبعا في دمنا يعني باعتبار يا دكتور حسام طبعا الوالد الدكتور مندول حسيني عضو مجلس الزمالك يعني السابق اطال الله عمره ان شاء الله حافظ لحضرتك باذن الله. هو طبعا الزمالك اولا ببارك له امبارح وبارك لكل جماهير الزمالك على الماتش امبارح وان شاء الله ان يعني نعمل ماتش كويس في النهايه قدام الاهلي ومصر تخرج كسبانه في الاخر. اهلي زمالك زمالك اهلي ان شاء الله مصر تخرج كسبانه في الاخر. انا امنيتي ان الزمالك هو اللي يكسب طبعا ولكن اللي يكسب نقول له برافو عليك ومبروك واللي مش هيحالفه بالتوفيق هنقول له هارد لك يعني. اكيد اكيد يا دكتور. طيب حضرتك يا دكتور بما ان يعني حضرتك طبعا بنبارك لحضرتك بموضوع طبعا عضو مجلس شعب عن دايره بولاق ان شاء الله نتمنى حضرتك طبعا تقدم خدمات كبيره جدا للدايره ومصر ان شاء الله. فطبعا انا عاوزه اسال حضرتك بالنسبه لموضوع حلقتنا النهارده ما هي طرق رسم الهويه المصريه واعاده بناء. يعني يا دكتور بما ان حضرتك في المجال التعليمي ازاي عن طريق التعليم نعزز الهويه المصريه ونرجعها تاني للنشء اللي احنا نبتدي بيه حياتنا في مصر عشان نقدر ان شاء الله بلدنا تتقدم من جديد ونزرع في الناس يعني نشأة جديدة لطلابنا من حيث طبعا تعزيز هويتهم المصرية. تفتكر حضرتك يعني ايه ممكن الاشياء المهمة في الطرق التعليمية اللي نقدر نقوم بيها؟ سؤال جميل وسؤال طويل على فكرة واجابته ممكن تكون طويلة جدا يعني ولكن بس اسمحوا لي في الاول برضو احكي لكم موقف سريع. مهم جدا تشعري بالفخر انك مصرية. بالتأكيد ده شيء مهم جدا. تأسيس الهوية تأسيس الهوية ودي نقطة بلاقي مع بعض الشباب يعني انا عايز اسافر وعايز اعمل وعايز اجتهد هنا انا مش عارف ايه بقول لا استقدناها كتير بقول لا خلي بالك مصر هتدي لك كتير قوي الفترة الجاية ان شاء الله اذا اجتهدت لان اللي قادم برافو اللي قادم اللي قادم كويس ولكن ما فيش حد ربنا بيديله هو قاعد مرتاح كده وخلاص لازم يجتهد ويعرق ويتعب ويخلص نية لله. اللي عايز احكي لكم برضو ويسجل على الشاشات دلوقتي وكل الشباب يسمعونا فيه دي نقطه مهمه جدا. انا دايما بطلع المانيا لحظه يا دكتور بنعتذر لجميع الساده المشاهدين عن اي مشاركات تليفونيه نكتفي بالمشاركه على صفحتنا على الفيسبوك اعزائي المشاهدين. اي اتفضل. انا دايما بطلع في المانيا مؤتمرات بحكم عملي في مهنه طب الاسنان. أيوة. فكنت من 3 سنوات تقريبا في بلد اسمها كولون هناك في شمال المانيا. فالتور جايد والمرشد السياحي قعد يفسحني يقول لي هنا الكنيسه دي سنه كذا حصل فيها كذا وهنا هتلر عمل كذا وبتاع. ففي نص الحوار بتاعه بيسالني يقول لي هو انت منين؟ في نص الحوار كده فقلت له انا من مصر جمله عاديه انا من مصر. الراجل توقف عن الكلام سبحان الله ووقف احتراما وقال انت من مصر وانا اللي بحكي لك عن التاريخ ده انتوا التاريخ مؤسسينه انتوا التاريخ. الراجل الالماني قال لي الكلام ده. هي دي بلدنا مصر. انا بقول بقى لاخواتي الشباب واهالينا احنا تاريخنا تاريخ مشرف جدا 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 كمصر. احنا بلد بدات والتاريخ جه بعدها بالظبط يعني ده حقيقي. والمستقبل ان شاء الله هيكون كويس جدا جدا بس عايز كلنا نتكاتف مع بعض ونتفاعل مع بعض ونحافظ على بلدنا نحافظ على هويتنا اللي شويه بتتسحب للاسف بتتاثر للاسف من الجيل الجديد. انا عايز اسلح الجيل الجديد بكل الاسلحه اللي محتاجها في المستقبل. ايه الاسلحه دي يا دكتور؟ ولكن ما ده قضيه التعليم والتعلم بقى. ولكن مع الحفاظ على الهويه المصريه. أيوة. يعني ما ينفعش يطلع لي جيل لا يتحدث العربيه ما ينفعش لا طبعا يدي لغتي طبعاً. ولغه بلدي بالزبط. ما ينفعش يطلع لي جيل
مش مهتم بتاريخ مصر العظيم جدا 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 اللي كل الدول بتنحني ليه. واعترض يا دكتور يوم السبت السيد الرئيس افتتح لحضرتك في دايرتك بالظبط المتحف بتاع بولاء المركبات الملكيه. فكان شيء يعني مؤثر جدا في منطقه بنسميها شعبيه، ولكن ان يفتح متحف للمركبات الملكيه فانا بعتقد ان تاسيس او تاثير في الهويه المصريه. هو كان مؤثر يعني. هو طبعا بولاء الدكرور على فكره هي نسيج من الشعب المصري بها البسيط واستاذ الجامعه بها الفقير والغني. أيوة فيها ده فيها كله. بالزبط. وفي الاخر هم ناسها بصراحه ناس طيبين جدا جدا جدا. عايزين يعيشوا. اكيد يا دكتور. مش اكتر من كده. ودي يعني دي ان شاء الله تكون قضيه الفتره الجايه ان شاء الله. اكيد نقدر نقدم للناس دول اخواتنا واهالينا واسرنا في بولاد دكرور نقدم لهم خدمه يشعروا ان في امل. على فكره كانت قضيتي في الفتره السابقه القريبه الامل. شعرت كتير وانا بتكلم مع اخواتنا في بولاد دكرور يعني ما كله بيتكلم، اعضاء مجلس النواب بييجوا يتكلموا ما حدش يشوفهم بعد كده، الكلام ده كان بيقال لينا حقيقي يعني. فانا زعلت قلت لهم لازم يكون عندنا امل. امل طبعا. وكنت دايما بمسك لهم كده ازاي هننجح من غير امل يا دكتور. ورقه بيضه كده امسكها لهم زي ما بعمل في المحاضرات كده في الجامعه. نعم. ورقه بيضه كده مش كل شايف الورقه البيضه دلوقتي قدامهم. لو شخبطنا فيها شويه عيننا بتروح على الحته اللي فيها الشخبطه. ايوه. وبننسى ان الصفحه لسه فيها جزء كبير ابيض. ايوه. احنا عايزين ننظر نظره عقلانيه شويه. ايوه. البلد بتتطور او بتتطور. أوه. بيحصل تحسن او بيحصل تحسن. طبعا في مشاكل. في مشاكل لسه. أوه. يبقى لازم نصرح نفسنا ان في جزء كويس وجزء لسه محتاج نشتغل عليه. طبعا. عشان لو ما عندناش امل في بكره هنموت النهارده. اكيد. اول قانون يا دكتور بتفكر فيه الامل طبعا. هو طبعا القانون جه في دماغ حضرتك انا ان شاء الله اول ما جلسه انا هقدمه. هو طبعا العمليه مش بالطريقه دي ولكن يعني ولكن خلينا نقول الحاجات اللي في دماغي اولوياتي ايه. حياه الفرد. حياه الانسان. انا مش عايز حقيقي نشرع في قوانين كبيره وعندي مشكله في الميه بتاعته. انا عايز ميته. عايز ميته الاول في حاله الفرد من كل الجوانب. من كل الجوانب الخدمه جوده الحياه. جوده بشكل الحياه بشكل بسيط خالص. طبعا. جوده الحياه. وجوده الحياه دي يا دكتور بتعزز الهويه المصريه لان طبعًا. هيزيد حب المواطن لبلده وبالتالي هيزيد الانتماء والارتباط واكيد طبعا هيزيد ايه الانتاج. يعني كل انتاج. ما يزيد حبه هيزيد انتاج. هي متشابكه حقيقي. متشابكه. لازم نشعر بمصريتنا وان مصر دي بتاعتي. ايوه بتاعتي ملكي انا دي بتاعتي. أيوة. دي بلدي. انا اللي بقول لهم دايما ايه في بيتنا صعب ناكل حاجه ونرمي على الارض. بالظبط. فالقمامه دي القمامه دي مشكله ضخمه جدا جدا في بلاد دكرور. ضخمه جدا. صح. طيب ايه السبب؟ هل السبب البلد بس يعني؟ لا احنا برضه سلوك بشر. احنا برضه مشاركين فيها بالسلوك. طيب انا دلوقتي في بيتي ما برميش كده عشان عارف ده بيتي انا هنضفه. انا عايزك برضه جوه بلاد دكرور في الشارع جوه مصر تاخد بالك دي بلدك ده شارعك لو وسخته انت اللي هتنظفه. فخلي بالك ودايما خليك حريص ان يكون نظيف زي ما نشوف في بلاد بره. لو حد رمى سجاره في اي نهر بره تقوم الدنيا ما تقعدش. مظبوط. طبعا هنا ليه؟ لا لازم طبعا لازم يا دكتور يعني ننمي برضو اللي هي روح النظافة كمان يا دكتور. روح الانتماء والانتماء الانتماء وجزئية النظافة كمان ضرورية يا دكتور. طيب حضرتك امبارح كان عندك جولة من جولات شارع العشرين. ايوه صحيح. فحضرتك حضرت مدرسة ولقيت ان فيها ظاهرة كلاب وكده. حضرتك كان تصرفك ازاي؟ صحيح. هو احنا متعودين دايما كده بننزل في الشارع عشان نشوف الوضع على ما يكون. ايوه نشوف الحقيقه الطبيعه. نعم. الطبيعه. وانا بتخيل لو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انا هعمل تخيل افتراضي اهو دلوقتي. انا هعمل زياره لبلاد دكرور. هزور بلاد دكرور. تخيل اللي ممكن يحصل بلاد دكرور هتتقلب مره واحده. اكيد اكيد. أكيد. طب ليه ما نكونش كده على طول؟ ما دي النقطه المهمه. فانا وانا نزلت امبارح كان على فكره مش في العشرين ولا العشرين كان قبل ما نروح للمدرسه دي. نعم. في اتجاه في صفه اللبن. ايوه دكتور. فلقيت طبعا طبعا القمامه قدام المدرسه. واولادنا بيروحوا يدخلوا المدرسه فطبعا ده اول مصدر للمرض والوباء. خصوصا ظل الكورونا طبعا. يا دكتوره انت عارفه اسم المدرسه ايه دكتور حسام؟ اسمها مدرسه الشروق. الشروق. مدرسه الشروق. أيه. قمامه.
قدام المدرسة. قدام المدرسة طبعا، كمان في الوضع الحالي الصحي الكورونا والكلام ده ما ينفعش يا دكتور. القمامة في الوضع الحالي، في الوضع المستقبلي، في الوضع السابق، بس القمامة هي طبعًا المصدر الرئيسي للأمراض والأوبئة. أضيف لحضرتك حاجة تانية، القمامة ممكن تكون مصدر رئيسي لدخل الفرد، لدخل الدولة. خلينا نقول كلام مهم قوي، ازاي نحول القمامة بتاعتنا لفلوس. لفلوس نقدر نعمل كده طبعا، ريسايكلنج لكل للقمامه يا دكتور. بالظبط. لكن احنا مشكله القمامه مشكله معقده، وانا ده الحوار بيني امبارح وبين احد ما يسمى النباشين. عارف النباش اللي بيعمل ايه؟ اللي بيلمها وبيجمعها، اللي بيجي ينبش في الزباله كده ياخد المفيد عشان يلاقوا الحاجه المهمه، البلاستيك او الورق يحطها، بيبتدي يفرزها ويجمعها. ده لازم انا مش ضد اي حد ياكل عيش على فكره، لا طبعا، انا مع الناس تاكل عيش بالزبط. ولكن كل عيش ما تموتنيش طبعا، كل عيش بما لا يضرني اكل عيش كويس، يعني خلينا انا اعيش حياه كويسه. طبعا مشكله معقده، يعني هيئه النظافه ان شاء الله باذن الله انا واثق نتمنى والله يا دكتور انها هتنزل الشارع. لا انا هزورهم قريب ان شاء الله، ان شاء الله ينزلوا الشارع معانا ويشوفوا المشاكل اللي موجوده، ونتكلم مع الاهالي ونحط خطط بقى جذريه للموضوع. سلوك البشر يا دكتور، انت قلت ملحوظه مهمه، مهم سلوك البشر اذا التزم في الاماكن اللي الدوله بتقررها، اعتقد هتفرق كتير. هو سلوك البشر عايز حاجتين مهمين. ما احنا عايزين يا دكتور ندخل الحاجات دي في مناهج التعليم برضه، عايز وعي. وعي وقانون. والله يا دكتور برافو، ما هو القانون موجود، عايز وعي وعايز تطبيق للقانون. بالظبط، عايز وعي وتطبيق للقانون. الوعي ده دوري انا وحضرتك، ودور حضرتك قبلي. بالظبط، دور حضرتك في القناه اللي احنا فيها دلوقتي نتكلم طبعا. طبعا الوعي مهم جدا. اقول لحضرتك على حاجه، الوعي عدم الوعي بيخسرنا فرص حقيقيه. طبعا في مبادرات عملها السيد الرئيس كبيره جدا، مهمه جدا. مثلا حاليا مبادره 100 مليون صحه. ايوه بسال الناس، تعرف مبادره 100 مليون صحه؟ لا. يقول لي ايه؟ لا. بتاعت الكبد؟ لا. طيب يبقى ده دور الاعلام يا دكتور. دور الاعلام، دور الاعلام طبعا، دوري معاكم بتوعيه المواطن. انا رحت عشان اجرب، وبشكر هنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره المحترمه دي. رحت عشان اجرب والله في الوحده الصحيه في سنين. طبعا نشكر فخامه الرئيس. حللوا لي المبادره، عايز اعمل مبادره ببلاش يا دكتور. ببلاش. ولما يلاقوا بص حضرتك، الكبد، سوري، الضغط والسكر والسمنه اللي هي اساس المرض كله، اساس المرض اللي بتجينا، واساس الامراض المصريه المصريين بصفه خاصه كمان يا دكتور. يعني. طب لو لقوا حد عنده المرض بيعملوا ايه؟ بيحولوه اقرب مستشفى، مستشفى ولاد دكرور. ايوه عشان يدوا له الدواء. ممكن حد يقول ايه مش هنلاقي دواء في المستشفى. يا سيدي روح حقك. صح. ولما عرفتش تاخد حقك اشتكي. ده حقك الرئيس، اكبر راس في البلد يدتهولك. طب هل انت عارف اصلا ده حقك؟ انا ما اعرفش ده حقي، هو مش عارف اصلا. عدم وعي. مبادره فيروس سي يا دكتور ما نجحت، واعتقد جدا ما بقاش فيروس سي، فبالتالي دي نقطه مهمه. ده فيروس ده نتكلم عنه، نتكلم عنه شهور وشهور. طبعا انا كطبيب عارف يعني ايه فيروس سي. ده الفيروس اللي كل كبد المصريين. قاتل، ده قاتل يا دكتور. انا بس عايز اخد بس راي حضرتك في حاجه. حضرتك سافرت بره مصر، اعتقد الدوله الوحيده، وتقول لي صح او غلط، اللي فيها تعليم حكومه وتعليم ازهري وتعليم خاص وتعليم تجريبي. ما اعرفش الموضوع صح ولا غلط. انا اتمنى يا فندم حضرتك قلنا ايه رؤيتك، ليه عندي 100 تعليم، ليه ما يبقاش في نوعين من التعليم او نوع واحد من التعليم، بحيث يبقى خريجه زي الستينات والسبعينات بس. انما هل في هل التجربه دي بتاعتنا موجوده؟ واذا كانت موجوده ازاي نقيدها شويه او نحددها، او يعني عليه ما يبقاش المنهج موجود في التجريبي غير في الازهري غير في التعليم العام غير ما يعني الفيلم ده نشوفه ازاي حضرتك؟ هو طبعا التجربه دي موجوده بره، موجوده بره تماما، موجوده تمام. والتنوع دلوقتي وعدم الاحتكار موجود تمام. نعم. وده كويس، بيخلق روح المنافسه تمام. احنا عايزين نقول لك عندنا التعليم، ودي مهنتنا بقى اللي احنا بنشتغلها. طبعا طبعا يا دكتور. التعليم المصري والتجريبي والتعليم واللغات والعربي والازهري والانترناشنال الدولي، الفرنساوي والكندي والانجليزي والامريكي، تنوع اشكال وانماط التعليم والتعلم. هو بالمناسبه هتلاقي الاهداف في الغالب واحده في الكل، نفس الاهداف. الأهداف طبعا في نظام تعليم متشابه جدا جدا جدا، اكيد ولكن الطريقه اللي بنقدم بيها الوجبه التعليميه بتختلف. هنا نخلق روح من المنافسه تمام. احنا عايزين نقول التعليم المصري قوي في ظل وجود هذه الانواع المختلفه. انا مش عايز الغيها فيطلع لي تعليم قوي، لا. انا عايز تعليم قوي بمنافسه الانماط الاخرى من التعليم والتعلم. ايوه يا دكتور، ايوه احنا الفتره دي وبرده هنا بوجه شكر لمعالي وزير التربيه والتعليم الاستاذ الدكتور طارق الشوقي. ايوه على رؤيته في التعليم.
في مشكله في التعليم؟ نعم 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 جدا. ايوه ولكن بس ان شاء الله في تكاتف يا دكتور. انا كراجل بقى في الحقل في الميدان طبعا حضرتك ده تخصصك. بدانا نشعر بتحسن هنشوف احنا كمتخصصين نحسه دلوقتي اكيد هنشوفه بعد شويه. موضوع الابحاث التعليميه او العلميه اللي ظهرت السنه اللي فاتت في وقت الكورونا الناس اعترضت. الناس يمكن عايزه ناس نوضح لها احنا بنعمل تجربه جديده محتاجين نعلم الناس ونعلم المدرسين اكيد يا دكتور ونعلم الطلبه اكيد هنعدي فتره فيها صعوبات شويه لكن بعدها هتبان النتائج يا دكتور هنوصل لنتيجه ايجابيه. طب دكتور حسام احنا ماشيين في طريق ده جدا ان شاء الله. دكتور حسام حضرتك غيرت الصفحه بتاعتك لخادم بولاء ليه بقى؟ حصل حوار بيني وبين المجموعه اللي معايا على فكره في الحمله بتاعتي وقلت لهم انا مش عايز احط دكتور حسام مندوب نائب بولاء الدكرور انا مش عايز ده انا عايز احط خادم بولاء الدكرور وعايز ارسخ القاعده دي في دماغي انا جاي حقيقي عشان اخدم وعايز باستمرار ابص لحاجه تفكرني انت جاي عشان تخدم يعني عشان دايما تذكره وتفكير لحضرتك. بس يا دكتور احنا مش عايزين الدكتور حسام يبقى خادم بولاء بس انا عايز خادم مصر الشعب كله خادم الشعب المصري يعني حضرتك اعتقد لو جالك اي حد من دايره ثانيه حضرتك صحيح هي دي رمزيه فقط رمزيه من المكان ده والمكان ده اللي خلاني في المكان يعني اكيد بما انها دايره حضرتك طبعا بما انها ده. طب دكتور حسام بقى احنا عارفين ولائك وانتمائك وطاعتك الكبيره جدا للوالد الدكتور المندور حسيني ربنا يطول عمره ان شاء الله. ففي شفنا بوست لحضرتك كاتبه كده بالنسبه للدكتور فاحنا طبعا مبسوطين جدا. هو البوست موجود دلوقتي على الشاشه؟ طبعا موجود على الشاشه وموجود صور للدكتور مندور ربنا يديله الصحه وطول العمر. وطبعا احنا مبسوطين جدا بالعلاقه اللي بينكم وبين بعض وبطاعه حضرتك ليه وهو طبعا يستاهل. واكيد اللي وصل له الدكتور حسام من بركه الدعاء يعني اكيد هو بركه الدعاء. لذلك نصيحتك ايه لابنك مثلا بعد ما نجحت؟ اكيد ابنك او اسرتك فرحت جدا. كانت اول حاجه قلتها لهم بس برضه لازم جزء الدكتور مندور لازم نديله بس حته طبعا جداً. هو عايز حلقات لان الوالد مش موضوع بس ان هو بيدعيلي لا هو قدوه في حياتي حقيقي قدوه ومثل اعلى كيوة. احنا وانا لا اخجل ان اقول الكلام ده احنا اتولدنا لقينا حياتنا ميسره الحمد لله أكيد. هو ما كانش كده هو ما لاش حد هو ميسرة. تعب هو لا مش تعب هو موت نفسه عشان يعرف يكون لنفسه اسم ويكون لاولاده بس كون حاجة. بس كون يا دكتور ما شاء الله ده الحقيقي اللي عاوز اقول ايه ده اللي ادهولنا ابونا الاسم الطيب السمعه الطيبه فابونا حطه قدامنا ودي مشكله خلي بال حضرتك ابونا حطنا في مشكله انه هو لازم عنده تكمل. اصرار على النجاح الله الله اصرار على النجاح طبعا طب احنا هنعمل ايه لازم نكمل لازم نكمل نكمل على نفس الطريق طبعا ونصمم على النجاح طبعاً برضو وده بقى يا دكتور احنا عايزين نزرعه في كل اولادنا في كل المدارس طبعا اللي عند حضرتك واللي في مدارس مصر كلها وهي النجاح. استاذ مجدي بيقول تقول ايه لاولادك بقى كلنا ما بنحسش وجه كلمه لاولادنا كلنا يا دكتور حسام اهالينا لينا الا من خلف بالظبط ايوه بالظبط حسينا بقد ايه ان الاب قلبه بياكله على ابنه لما يحصل اي مشكله لما خلفنا فعلا الكلام ده طبعا هي اول حاجه قلتها لاولادي بعد النجاح اوعى تفتكروا ان ابوكم عضو مجلس نواب الله دي اول حاجه قلتها لهم يعني أيوة. احنا جايين نأدي دور خدمه للناس وللشعب المصري كله هنفرح اسبوع ولا حاجه وبعد كده هننزل نشتغل مع الناس عشان نشتغل ايوه بس المشكله ممكن يخبطوا على حضرتك ناس شعبيين ممكن الساعه 3 بالليل يعني فعايزكم تبقوا برضه تبقى سفرة الله للمكانه دي باخلاقكم وبشكلكم وبتواضع ده لازم يكون موجود ودي رساله يعني. لاولادنا كلنا يا دكتور طبعًا. حسام ان هم لازم يكونوا رسل لينا احنا كاباء يعني اللي احنا بنمشيهم عليه هم يكملوا ان شاء الله في حياتهم المستقبليه وبكده طبعا تزيد حبهم لبلدنا ويزيد طبعا ايه الانسان الحقيقيه اللي الاب بيعملها اولاده طبعا بالزبط. يا دكتور والاستثمار الحقيقي في حياتنا هو اولادنا وحضرتك طبعا بتربي نشأ عن طريق المدارس اللي عند حضرتك ونشكر بنشكر مجهوداتكم الكبيره النشأ طبعا النشأ بتاع المدارس وغير المدارس ركز اجتهد الله اعرق هتنجح محمد صلاح رمزيه مهمه جدا طبعا. رمز مهم جدا ان من مصر يطلع محمد صلاح من مصر يطلع مجدي من نماذج كثيره يا دكتور نماذج كثيره معطاء بس في نقطه مهمه جدا يا استاذ مجدي اتفضل يا 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 انا عاوز ابص للكاميرا يا شباب يا اخواتي يا اهلي خليك واثق في نفسك
لو ما وثقتش في نفسك مش توصل. أيوة. صدق انك تقدر تعمل حاجة. هتوصل ان شاء الله. يبقى صدق انك هتوصل ولازم تكافح علشان حلمك وعلشان بلدك مصر. صح يا دكتور كده؟ يبقى احنا نقول ايه يا دكتور فناء؟ طبعا بنشكر حضرتك على تشريفك للبرنامج واستفدنا جدا، وكان نفسنا الوقت يكون اطول. بس لا، الحلقات ان شاء الله مش هتنتهي باذن الله يا دكتور. متشكرين جدا لتشريفك لنا دكتور حسام. وفي النهايه عاشت مصر جيلا بعد جيل، ثقافه تتوارثها الاجيال، هويه شكلتها عبقريه التاريخ ومكان وانسان، صمدت وبقت وستبقى للاحفاد مع بعد الأولاد، وطن فيه عبق التاريخ ورونق الحاضر وأمل المستقبل. لك يا مصر السلام، وسلامنا يا بلادي، وتحيا مصر.